appreciate it very much. And I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. الكبير الملايين والملايين من الأشخاص صوتوا لصالحنا اليوم. ومجموعة حزينة من الأشخاص تحاول تهميش هذه المجموعة. تحاول أن تهمش هذه المجموعة من الناس ونحن لن نقبل بذلك. أود أن أشكر السيدة الأولى وعائلتي بكاملها ونائب الرئيس بنس والسيدة بنس لوجودهم معنا طوال هذا الوقت، ونحن كنا مستعدون لاحتفال كبير، كنا نفوز في كل شيء، وفجأة النتائج الليلة كانت أسطورية وكنا مستعدين للخروج والاحتفال بشيء جميل جدا جيد مثل هذا التصويت، هذا النجاح. مواطنو البلاد خرجوا بأعداد غير مسبوقة، لم يكن هناك شيء مماثل، وفي ولايات فزنا بها بفارق كبير مثل فلوريدا. فزنا بولاية أوهايو العظيمة وفزنا بتكساس. ب700,000 صوت فرق، وهذا لم يكن مشمولا في الجداول، كان واضحا أننا فزنا بولاية جورجيا بفارق 2.5%، 117,000 صوت فرق، وهناك فوز لنا في نورث كارولينا أيضا، كنا نتقدم ب1.4 نقطة و77,000 صوت فرق لا يستطيعون اللحاق بنا. لو نظرتم لرأيتم أريزونا، الكثير من الحياة هناك، والبعض قال أن أحدهم أعلن أنه فاز. ربما هذا ممكن، ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الأصوات التي يمكن أن نحصل عليها. الآن وصلنا إلى ما يسمونه أرض ترامب، لا أعرف ما تسمونه أنتم. هذا الرجل شاهدته قال من غير المحتمل أن ألحق به، نحن لا نحتاج إلى هذا، هذه ولاية لو حصلنا عليها لها كان هذا شيئا جيدا. أريزونا ربما هناك احتمال جيد، وفي الواقع منذ أن رأيت هذا الأرقام تغيرت إلى حد كبير، وهناك عدد محدود أو صغير من الأصوات متبقية، ولكن الشيء الأهم هو أننا نفوز بولاية بنسلفانيا بفارق كبير جدا. نعم، فكروا في هذا، نحن نتقدم ب690,000 صوت في بنسلفانيا، لا يوجد تقارب، ومع فرز 64% من الأصوات سيكون تقريبا من المستحيل اللحاق بنا. ونحن وصلنا إلى مناطق في بنسلفانيا، مناطق جيدة تحب رئيسكم، ربما نتوسع في الفارق. نحن نفوز أيضا بولاية ميشيغان، نظرت على الأرقام وفوجئت، قلت هذه أرقام كبيرة، تقريبا بفارق 300,000 صوت، و65% من الأصوات تم فرزها، ونفوز بولاية ويسكونسن. قلت لا نحتاج لكل هذه الولايات، عندما
تفوز بتكساس، وهذه أضيفت. وتحدثت مع حاكم تكساس العظيم أو الرائع غريغ أبت وقال تهانية، هو اتصل بي لتهنئتي بالفوز بولاية تكساس. لا أعتقد أنهم أنهوا الفرز، ولكن تقريبا الفرز استكمل وهنأني. وبالمناسبة قال: ماذا يجري؟ لم أرى أي شيء مثل هذا. قال: لم يشهد أحد مثل هذا. إذن عندما تأخذ هذه الولايات الثلاث وتأخذ الولايات الأخرى، كانت هذه الليلة ليلة عظيمة. انظروا على كل الولايات التي فزنا بها، وانظروا على الهوامش التي فزنا بها. وفجأة المسألة ليست أننا نتقدم بإثنى عشر صوتا وهناك 60% من الأصوات لم تفرز. والبعض يقول: ماذا حدث للانتخابات؟ وهناك المعلنين الذين يقولون: ماذا حدث؟ أتعرفون ما حدث؟ يعرفوا أنهم لا يستطيعوا الفوز. قالوا: دعونا نذهب إلى المحاكم. ألم أتنبأ بهذا؟ ألم أقل هذا؟ ألم أقل هذا منذ اليوم الذي سمعت فيه أنهم سيرسلون عشرات الملايين من القسائم؟ سوف يأخذونا إلى المحاكم سواء فزنا أو لم نفز. فلوريدا كانت انتصار كبير، 377,000 صوت. تكساس كذلك. فكروا في هذا. أوهايو ولاية كبيرة وأنا أحب أوهايو، فزت بفارق 8.1%، تقريبا 500,000 صوت. نورث كارولينا انتصار عظيم، وفزنا هناك وكان الفرق 70,000 صوت، وكل شيء توقف. هذا تحايل على الجمهور الأمريكي، هذا إحراج لبلادنا. كنا نستعد للفوز بهذه الانتخابات، وبصراحة فزنا في هذه الانتخابات. هدفنا الآن هو التأكد من النزاهة، وهذا لصالح البلاد. هذه لحظة كبيرة، هذا تحايل كبير على البلاد. نحن نريد أن يستخدم القانون بطريقة سليمة، وبالتالي سنتوجه إلى المحكمة العليا ونريد من التصويت أن يتوقف. لا نريد لهم أن يجدوا أي قسائم في الساعة 4 صباحا وأن يضيفوها إلى القائمة. هذه لحظة حزينة بالنسبة لي، هذه لحظة حزينة، وسوف نفوز. وحسب ما أعلم نحن فزنا في الانتخابات. أود أن أشكر كل داعمية، كل الناس الذين عملوا معنا. السيد نائب الرئيس تفضل قل شيئا. أود أن أنضم إليك في شكر أكثر من 60 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم ل4 سنوات قادمة للرئيس دونالد ترامب. ومع استمرار فرز الأصوات سوف نبقى يقظين. كما قال الرئيس، حق التصويت كان في منتصف ديمقراطيتنا منذ بداية هذه الأمة، وسنحمي نزاهة الانتخابات. أنا أؤمن أنه مع الهامش التاريخي الذي ألهمته في الولايات التي وصفتها، والطريقة التي أطلقت فيها هذه الحركة في البلاد لجعل أمريكا عظيمة من جديد، أنا أؤمن كما تؤمن أنت بأننا على الطريق إلى النصر، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة تلو المرة.